برحب بحضراتكم من جديد وندخل بقى في الأخبار. الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري فايلر منح اللاعبين راحة من التدريبات النهاردة، والفريق المفروض أنه هو يرجع من بكرة للتدريبات من جديد استعدادا لمواجهة إنبي يوم الحد اللي جاي في أول مباراة مع عودة الدوري. كمان لاعبي الأهلي والجهاز الفني هيخضعوا طبعا لمسحة طبية يوم الجمعة بعد انتهاء التمرين الصباحي، وده ضمن البروتوكول اللي أعلنته وزارة الشباب والرياضة واللي احنا عارفينه، اللي بيؤكد لازم يكون في مساحات طبية لفرق الدوري قبل المباريات الرسمية بصفة دورية. كنا تأكدنا ان حمدي فتحي خلاص مسحته طلعت سلبية، لسه مش عارفين هيشارك مع انبي ولا لا. بس كمان بمناسبة لعيبة الاهلي عايزين نأكد اللي احمد قاله امبارح في الحلقة، وانه مفيش اي مفاوضات من قبل النصر السعودي مع كهربا، ده اكد عليه رئيس النصر السعودي. هو كان المفروض يكون معانا لكن في دلوقتي ماتش في الدوري السعودي مع الهلال، النصر والهلال، بس تاكيدا لخبر امبارح مفيش اي مفاوضات مع كهربا، مفيش حتى ان وكلاء عرضوا كهربا على النصر السعودي. تمام، خليني اروح الحقيقه. ومناسبه النادي الاهلي، احنا كنا طرحنا على كل الجماهير امبارح سؤال وقلنا انه هيستمر معانا على مدار الحلقات كلها لغايه اول ماتش يلعبه النادي الاهلي، وفي الحاله دي ماتش امبي ان شاء الله يوم الحد اللي جاي. والحقيقه كان في اقبال شديد جدا، هي فقره كده بعنوان طلع المدير الفني اللي جواك، لكن الحقيقه كان في اجماع من اغلب الاراء اللي جت في على ست مراكز. يعني لغايه اللحظه بنتكلم على الشناوي في حراسه المرمى، علولو او علي معلول، ومعاه ايمن اشرف، رغم انه ايمن عنده اصابه بسيطه في الكاحل، بس يعني في اتفاق من جماهير الاهلي على ايمن اشرف مع متولي وهاني في ناحيه اليمين، ونص الملعب السوليه وديانج حاجزين مكانهم. ده طبعا مش رايي انا، ده راي الجماهير اللي دخلت امبارح على صفحتنا على مواقع التواصل وحطت التشكيل امثل من وجهه نظرها. المراكز دي شبه محسومه، يبقى بقى الرباعي الامامي. ده لغايه دلوقتي لسه مش واضح، يعني في ناس بتتكلم على وليد، في ناس بتتكلم على مروان راس حربه، في ناس حتى اجاي مقتنع باجاي جدا كراس حربه، او في ناس بترشحه ان هو يلعب على الطرف ويبقى مروان راس حربه صريح. في الشحات طبعا حضراتكم عارفين ان هو بسبب العمليه اللي عملها ف يعني مستبعد، في ناس بتتكلم على قفشه، في ناس يعني الاربعه الرباعي الامامي ده لسه قدامه شويه، واحنا في انتظار برضو تصويت حضراتكم على البوست او على السؤال الخاص بايه هو التشكيل الامثل للنادي الاهلي في مباراه امبي.